انت مرات ادهم وفلوسه ممكن تبقى ملكك. نقتله؟ تقتليه. شفت طلع عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ انا وانت وارثين فيلا تحفة على بعد ساعة بس من هنا. ما تيجي نروح. المهم قربت وهنحتاج قريب ننفذ اللي اتفقنا عليه. وانا جاهزة. ها مع الأستاذ أدهم رايحين الفيلا التانية دلوقتي؟ ها أيوة. والعنوان؟ والعنوان أهو. أنصحك تتخلصي منه، أي حاجة هتحتاجيها هتلاقيها في المطبخ بره. وأنا مش قلقان عليك، أنت متعودة على الموضوع ده يعني. دي شركة مالتي ناشونال، أنا مش عارف هي خطتها التسويقية هتبتدي إمتى، لكن اللي أنا متأكد منه إنها هتسوق قريب قوي لبراند عالمي. لو الوكيل الإعلاني بتاعنا قدر يقنعهم إن هم يعلنوا عندنا ويبقوا سبونسر لبرنامجين ثلاثة، البرنامج بتاعك منهم، هنبقى عدينا. يا عادل بقولك ايه؟ لازم نتحرك بسرعة، يوم يومين بالكتير ونكون خلصنا الاتفاق، وإلا هنخرج من المولد بلا حمص. انت اكيد عارف الدكتورة سماح عبد الرازق. الناقدة السينمائية. عايزاك تستضيفها البرنامج يوم الثلاث. رنا ما اتكلمتش معايا في انها عايزة تشتغل في قناة، او حتى عايزة تشتغل في قناة اصلا. يعني عملت ده من وراك؟ انت فعلا وضعك حساس لما قررتي تشتغلي في نفس القناه اللي بيشتغل فيها باباكي. والواضح ان انا كنت غلطانه لما تصورت انك بتفكري يبقى ليكي كارير مستقل وكيان وتنجحي بمجهودك. مدام ريم اختفت، ولما سالت الاستاذ ادهم قال لي انها سافرت تونس. مش يمكن يكون قتلها؟ انا ما بقولش ان في جريمه حصلت، انا كل اللي عايز اعرفه هي فين. مساء الخير يا سيادة المستشار. شيل البتاعة دي من هنا. ما انا قلتلك قتلها، ما صدقتنيش. الله يرحمها. حد تاني عارف؟ حد تاني مين يعني؟ بس كنت جاي من هناك على عندك على طول. هناك؟ ايوه، اخذها في فيلا في حتة هادية وخلص عليها عشان ياخد ورثها زي بالظبط ما عمل مع اخوه سليم. انت عايز تدخل سجن؟ سجن؟ سجن ايه ده بقى ان شاء الله؟ لو مش حابب انسى موضوع سليم وقتلها والهري ده كله. ودي اعمل فيها ايه بالظبط؟ انا قلت لك قبل كده اي حاجه هتلاقيها هتفضل بيننا ايا كانت هي ايه. يا سياده المستشار دي جريمه ما يتسكتش عليها. انت عايز تروح في 60 داهيه؟ انت مصمم؟ مصمم اسكت ازاي يعني؟ فهمني. اسكت كده. لا يا باشا مش كفايه. هقطعه وهمشي معاك في العوض، ولا انت ولا الف زيك
هتسلكوا معايا في السكه دي. مع احترامي الشديد لسيادتك يا سياده المستشار، ما تقدرش، لان الجريمه لابساه. وبعدين اللي سيادتك بتطلبه مني ده يعني ان انا اتستر على جريمه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد. بصراحه ربنا عمري في حياتي ما تخيلت، مجرد تخيل، ان انا اعمل كده. اعترفت يعني؟ اعترفت على ايه بالظبط؟ انت لسه قايل بعضمة لسانك، عمرك ما عملت حاجه زي دي. جرايه سته المستشار، يعني انا سايب الدنيا كلها وجاي لحضرتك عشان نتجنن على بعض ولا ايه؟ اتكلم معايا باحترام زي ما بكلمك، وجاوب على اسئلتي. سامح باشا، انت عرفت منين مكان الجثه؟ عملت تحرياتي طبعا. التحريات دي تمت بامر من النيابه؟ لا. انت عليك فلوس لناس بسبب اسهم في البورصه، ومراتك نصبت عليك وخدت الفلوس، والناس دي عايزه فلوسها وبتهددك. طب وده دخله ايه بالقضايا اللي احنا بنتكلم فيها؟ انت بتبتز ريم هانم لما عرفت انها زورت اوراق ورحت وراها الفيلا، ونصر السفراجي هيشهد بالكلام ده. نصر السفراجي؟ ده هو اللي قالي على مكان الفيلا. ريم هانم كلمتني في التليفون وقالت لي ان انت بتبتزها عشان عايز منها فلوس. كلام فارغ. ولما رفضت ابتزازك بناء على نصيحتي رحت وراها الفيلا وقتلتها، وبعد ما ارتكبت جريمتك البشعه حاولت تلفق التهمه لموكلي ادهم عادل المهدي بعد ما رفض ابتزازك وتهديدك. اعدام. انت عايز ايه بالظبط؟ تصدق انا فكرت لقيت ان انت ما تستاهلش الشيء ده. ثواني، ممكن تقول لي يا سياده المستشار عايز ايه بالظبط؟ انت ما تعرفش ريم هاني، وعمرك ما شفتها ولا حققت في الموضوع ده، انساه. ماشي، بس عندي سؤال، انت بتعمل كده ليه؟ انت مال اهلك؟ عندك حق. اي طلبات تانية؟ اوعى اي حد يعرف مكان الجثة، والا هتروح في 60 داهية. صباح الخير يا باشا. اهلا، ازيك يا متر؟ كنت لسه على بالي. ده من حسن حظي اكيد. عايزين يا متر نمضي بقى مع المعلن اللي انت قلت لي عليه. انا مش عايز ابان ان انا بحاول اثر عليك، لكن انا عايزك تفكر تاني في موضوع انك تشارك جلال. وانا ايه اللي يجبرني على كده بعد ما الحياه زهزهت؟ افرض شروطك، اكتب في العقد كل اللي انت عايزه، قول انت عايز تتعامل مع مين ومين مش عايزه خالص. المعلن اللي عندي مش هيتعامل مع قناه لوحدها. الاي سي بي ممكن تبلعنا لو بقينا لوحدينا. لازم نبقى جبهه قويه عشان نكسب وبسرعه. فكرة بكده؟ أكيد. ماشي، نشوف. والله يا متر مش عارف من غيرك كنا عملنا إيه. أنا وأنت حاجة واحدة، نفس الهدف، نفس المصلحة. عايزك تعرف لي كل حاجة عن قناة العهد، كل مليم، كل مادة، كل حد ماضي معاهم. ثروة جلال كان بجد مشاكله مع الضرايب يسوى كم الآخر يعني. بس هاخد وقت تداولي. لا مفيش وقت، انا لازم اخلص في حوار الشراكه ده في اسرع وقت ممكن. احنا وقفنا على رجلينا اهو، انما مش هنجري ونكسب في السبب بتاع الاي سي بي ده الا لو الشركه الجديده اللي عايزه تعلن دي مضت معانا وبسرعه. طب انت كبير عرفت عنهم ايه؟ اللي يكفيني عشان اتاكد انها مش نصبايا وانهم بجد ممكن يطلعونا 7 سنة. خلاص، اشوف لك العيال اللي شغالين عند عدل وبينقولوا لي اخبار. حلو. وانت سعيد؟ خدامك. عايزك تعرف لي جلال صلاح الدين بيسهر فين؟ مع مين؟ نقطه ضعفه يعني. أنا سمعت منك قبل كده يا كبير إن بنته يعني. لا بنته دي حوار تاني وأنا دايس فيه. اللي أنا عايزه منك يا سعيد حاجة تانية. عيني. أهو كده. بزن عليك. أيوة بس بالراحة لحسن يزهق منك. ما تقلقش. وبعدين ما أنت عارف إن جلال مقتنع بالموضوع وجالك معايا لحد هنا بنفسه. جلال لازم يوافق على كل شروط أدهم، وإلا أدهم مش هيطمن إلا لما ده يحصل. هو دلوقتي عمال يعمل تحريات عن جلال صلاح الدين ومش عارف الخطر الحقيقي جاي له منين. ده حقي وهاخده وكله بالقانون. بس مين يا طلعت بيه المعلن انه مشترط ان قناه المهدي وقناه العهد يندمجوا في كيان واحد عشان يعلن عنده؟ انا. ايه؟ بتقول ايه؟
هشرح لك عشان تطمن. انا مطمن مش قلقان. تطمن للفكره مش ليا. ماشي اتفضل. شوف يا سيدي، انا شريك بنسبه في شركه مواد غذائيه، كنت كلمت ادهم عنها. اول ما يحصل الدمج بينه وبين قناه العهد، مندوب من الشركه هيروح يقابله ويديله عربون 20 30 مليون لحمله اعلانيه هتتكلف 300 مليون جنيه، بشرط ان اللي يسوق للقناتين وكاله واحده. الوكاله دي من الباطن هتبقى بتاعتي انا وانت. الوكاله هتتفق معاهم انها تسوق للقناتين قصاد مبلغ مقفول كاش 150 مليون. وطبعا لما ادهم هياخد الشيك ابو 30 مليون هيبقى مستني الشيك ابو 270؟ يدفع ال 150 مليون وهو مطمن. الوكالة تاني يوم تتبخر بعد ما تكون قبضت وصرفت، وهو يبقى ملهي في جلال ومش بيدقق في التفاصيل اللي بتفرق. بالظبط كده. بس 150 مليون ده مش مبلغ قليل قوي. دي هتبقى بداية لرأس مال كبير هنشتري بيه كل حاجة، وفي الآخر هناخد القناتين. طب افرض انهم ما اختاروش الوكالة بتاعتنا اللي انت مرشحها لهم. نعم، امال انت لازمتك ايه؟ لا ما مش قصدي، بس انا بفترض. ما تفترضش. ماشي اتفقنا، يبقى ايدك في ايدي يا خوفي. انا مش فاكر ان الموضوع سيء للدرجه دي. واكتر لا لا لا، وقفي كل حاجه لحد ما ارجع مصر. متى راجع؟ قريب ان شاء الله. alright. يا جلال باشا. لا القاب ايه بقى؟ مش هنقربنا نبقى اولاد خاله ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى نتكلم في الشغل شويه ونرجع للفرفشه بعدين؟ ماشي يا ستي. اديني خمسة عكنانه. انا سامعه ان انت داخل في شراكه مع ادهم. ما انت تعرفي حاجات كتير اهو. عاوز انصحك نصيحه بس بشرط يوم من الحب جانب. جانب واحد بس؟ ده انت الحب كله. ما تشاركش ادهم المهد. اشمعنى؟ مش هقدر اوضح لك السبب، بس قريب قوي هتعرف. بصي انا مش فاهم حاجه، وبصراحه انا شارب لدرجه ان انا ما اوعدكيش ان انا هقدر افهم. خدها مني نصيحه، عملت بيها هتيجي تشكرني، ما عملتش
هتعرف ان انا الوحيده اللي حذرتك وقلبي كان عليك. ما تفكك بقى عشان ما تطيريش كاسين. ولو طلع معايا حق انت مصره بقى ان انا اتكلم بجد؟ انا غلبانه وعايزه افيد واستفيد. وانت مش كنت ماشيه مع الواد المساعد بتاع ادهم؟ عمره ما لمسني. يعني انا هو الراجل في حياتك؟ يا سلام. انت بتلعبي بيا بحرفنه كبيره جدا. عارفه كلمتين زي دول ممكن يدوخوني اكتر ما انا دايخ. انا عارف اصلا انت ما بتطيقيش ادهم. يعني هو انت اللي بتحبه؟ المصالح بتجمع الناس. مصلحتك انك تبعد عنه. مصلحتك انت فين؟ اني اقرب منك اكتر. طيب بصي، لو طلع معاك حق هعمل لك كل اللي انت عايزاه. اخسى عليك، وانت فاكر ان انا مهتمه بيك عشان فلوسك؟ لا طبعا، عشان حلاوتي بس. عشان خاطر الاثنين. انت خطيره انت. هي دي اللي بعني عشانها؟ مين ده يا باشا؟ تاخدش بالك، تحب اطرها لك؟ تفرقش معايا، شايلينك لوقت عوزة. خدامك، عن اذنك يا كبير. حبيبي. تعالى يا عباس. الدولي واحد بس. صباح الفل يا عمهم. ايه الاخبار؟ طمني. الراجل ده وراه بلاوي متلتله، فلوس للضرايب متاخره، فلوس الموظفين اللي شغالين معاه، ومشتري مسلسلات وبرامج وما دفعش اي فلوس. عليه شيكات باكتر من 300 مليون جنيه، يخرب بيته. بس هو في حاجه برضه يا دولي عايز اوضحها لك. ايه؟ قيمه القناه كبيره، والموضوع مش بس جلال، لا. في اوقات في الاسبوع حلوه وبتشد اعلانات، وفي شهر 5 نسبه المشاهده بتبقى عاليه نار. بس هو محتاجني اكتر من انا محتاجه. اه بكتير يا ريس. دي اهم حاجه. منصور باشا عايزك. مساء الفل يا باشا. وحشتني، قلت لك اطمن عليك. وانا مش طلبت من حضرتك مهله؟ والمهله خلصت. طيب انا معايا مبلغ دلوقتي، بس مش معايا المبلغ كله. ماشي، هناخد منك اللي معاك، وهناخد منك حاجه كمان قصاد المهله ال 24 ساعه اللي انا حديها لك. حاجه ايه تاني؟ الدليل اللي انتوا ماسكه على ادهم. دليل؟ الكوبايه اللي كان اخوه بيشرب منها قبل ما يموت. ادي واحد. اتنين، الشريط اللي مسجله للبيت اللي كانت ماشيه مع المساعد بتاعه، مش انت اللي قلت؟ ماشي يا باشا، بس اديني مهله اسبوع. يومين. ثلاثة. شغال. اتفضل يا باشا. تمام. هايل يا منصور. كويس قوي. بس في حاجة خلتني أفكر. إيه؟ إنه وافق على طول كده ليه؟ ما حاولش يرفض أو يساوم. مع إن أول ما قلت له الدليل خاف وتهز. بس لما قلت له إحنا عايزين الحاجات دي بس، اطمن واستريح. ايوه بس برضه يا منصور ما كانش لازم تمشي من عنده قبل ما تعرف. ما جاش في بالي الا دلوقتي سعادتك. حاليا ادهم المهدي ما يلزمناش، بس ما حدش عارف. منصور باشا، عايزكم تطلعوا الشقة فوق، تقلبوها، تجيبوا عليها وطيعة، تقلبوا لي أي دليل على جريمة قتل، مطوة، مسدس، كوباية متحرصة زي اللي خدناها قبل كده. تمام. وأنت مش هتغلب في الحكاية دي ولا يا شربيني؟ دي شغلتك. مش هتفرق كتير. خلي على الله يا دولي. صباح الخير. صباح الجمال، أهلاً، اتفضلي يا أستاذة. صباح الفل. طيب اتكل انت على الله يا عباس دلوقتي، وانا هكلمك بعد ما اخلص مع مدام سلمى. اه طبعا يا دولي، في اي وقت، تحت امرك. بعزك يا دولي. مين ده؟ ده عباس ابو ورده، المحاسب والمدير المالي، مش عارفاه ولا ايه؟ ايوه جبته منين يعني؟ شوفي، وانا ما حكيتش لحد على الحوار ده قبل كده، بس عشان انت قمر قوي كده هحكي لك. انا ايام الفقر والكهرطه زورت شيك. شيك؟ اه.
واحد مدير مسرح في اسكندريه كان ليه عنده 200 جنيه تمن نمر عملتها له وما رضيش يدفع وما كانتش اول مره. فزورت شيك ب 3000 جنيه وقلت امضيته ورحت صرفت الشيك. والشيك اتصرف عادي؟ عيب يا مزه المذيعات ده انا ادهم المهدي. طبعا الساحر العالمي. بالظبط كده. بعد شويه راجل عرف وقدم بلاغ ولبست سنتين سجن. عباس بقى اللي انت شفتيه ده الله يكرمه كان شغال محاسب عند الراجل ده وشاهد على ظلم. راح من نفسه كده النيابه وقدم ادله ان انا كان ليا فلوس عنده وان الشيك ده حد اداهوني بالغلط فافرجه عني. ده بعد طبعا ما كونت صداقات وخبرات في السجن. من يوميها وانا حلفت 100 يمين لرد للراجل ده جميل ولسه لحد دلوقتي مش حاسس ان انا رديته له. يعني صحيح بنته معاها دبلوم تجاره وبتدور على شغل، مش عايزه مندوبه سكرتيره اي حاجه. اكيد ده انا عندي واحده صاحبتي عندها بوتيك في دار السلام، هبقى اكلمها لها يعني تشوف لها شغلانه عندها. اهو شوف اهو بتهزري اهو، امال قلبها بقى جد على طول ليه؟ ما هو لازم حد فينا يبقى جد طالما التاني واخدها هزار وفرفشه واستخفال. ده كده بقى. ايه حكايه الشراكه اللي هتتم بينك وبين جلال دي؟ ده موضوع بندرسه ولسه ما خدناش فيه قرار. المفروض ان انا يبقى ليش راي في الموضوع ده صح؟ يعني مش عايز ادوش دماغك بحاجات مش هتهمك كتير يعني. ادهم انا ساعدتك ووقفت جنبك وقت محنتك. وظهر ان انا كنت غلطان. طيب يا ستي قولي لي رايك ايه؟ هو انت هتهرج ولا ايه؟ لا سبحان الله والله نفسي افهم الستات، ما انا بسالك عن رايك اهو. يا اخي مش عايزه حد يشاركنا، مش عايزه شراكه. لو انت عايز اعلانات انا ممكن اكلم لك بدل الوكيل الاعلاني 10. وانا سمعت رايك وهفكر فيه، خلاص. واللي فيه الخير يقدمه ربنا. حلو كده؟ معلش انا مش في المود دلوقتي، ابي تعالي وقت تاني. طيب انا اسفه. ولا استني استني عادي. عايزه ايه؟ عايزه اشتغل معاكي. بجد؟ اه بجد، لانه شرف ليا ان اتعلم منك. ما تروحي تتعلمي من باباكي اللي بينافسني. مش عارفه ارد اقول ايه. بصي احنا شغلنا بتاعتنا حساسه جدا، مش هكدب عليكي واقول لك ان احنا بقى عندنا اراء فظيعه قوي بنشكل ونغير بيها وعي الناس والراي العام. احنا ولا كتاب ولا مفكرين، احنا اعلاميين. يعني كل اللي بنعمله ان احنا بنقول للناس حقائق. هي حقائق بس من وجهه نظر معينه. يعني مهما كانت وجهه النظر دي محايده او شريفه فده مش حقيقي. باباكي قارئ للنشر، مجرد قارئ للنشر. على فكره انا مش بقلل من قيمه اللي هو بيعمله او موهبته او الكاريزما بتاعته ده اطلاقا، بس فين وجهه النظر في قراءه النشر؟ بس انا مختلفه جدا مع حضرتك. لا يا ماما ده مش نقاش، ده كلام حقيقي ما يقبلش الاختلاف معايا. مش هتقلب بقى وجهه نظر وندوه. مش انت قلتي لي عايزه تتعلمي؟ يبقى تسمعي وتفهمي ما ترديش عليا. حاضر. يا رنا عامل ايه في القناه يا حبيبتي؟ كويسه. كويسه؟ ايوه كويسه. ايه؟ ما كلفكيش بحاجه؟ بتوصلها كل يوم وما تعرفش؟ ما بترضاش يا ستي، تقول لها تعالي معايا وما بترضاش. ليه يا حبيبتي؟ بابي عادي يعني يوصلك ما تعقديهاش. مالك يا رنا؟ بفكر في مشكلة عندي في الشغل، بس هلاقي لها حل إن شاء الله. طب محتاجة أي رأي أو نصيحة؟ معلش يا بابي، أنا عايزة أبقى ناجحة في شغلي ويبقى عندي كارير بجد، فأكيد يعني مش هطلب منك نصيحتك ولا رأيك، إلا بقى لو أنت عايزني أعمل عكسها. بعد إذنكم أنا مش قادرة أكمل أكل. يمكن متضايقة، هبقى اكلمها واشوف مالها. هو في ايه؟ سيبك منها. الناس بتوع برنامج سلمى كلموني. ناس مين؟ عايزين نطلع معاهم في البرنامج الاسبوع ده. تفتكري ممكن تكون بتحاول تضرني او تعمل لي مشاكل في البيت؟ لا اكيد هي عايزه حاجه تانية انت ما تعرفهاش. مش فاهم. هو انا جيت جنبها؟ طالما عملت كده تبقى علامه كويسه. ليه بالظبط؟ طبعا شايفه انك ناجح وعايزه توقفك.
اتفضل. صباح الخير. يا اهلا يا اهلا وسهلا. للاسف ما جاتش فرصه ان احنا نتقابل قبل كده. ده انا اللي بعتذر. ده انا اللي كان المفروض اتفضل ان انا اجي لك وارحب بيك بعد ما ابتديت تشتغل معانا في القناه. انا على فكره متابع شغلك كله وعاجبني شغلك. ميرسي يا فندم. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه، بس بعتذر ليك تاني، اصل انا ما بلاقيش وقت اتفرج فيه على البرنامج بتاعك. لا مفيش مشكله. هو انا كانت دينا قالت لي ان رنا هتشتغل معاكي. رنا بنتي. بنت حضرتك صح. هي فعلا جات لي واتقابلنا واتكلمنا مع بعض، بس انا مش هقدر اقول لك هي عامله ايه، اصلها طالبه مني ان انا ما اقولكش اي حاجه، لانها فاكره ان احنا اصحاب وبتاع وان انا بقول لك كل حاجه. بس ما تقلقش عليها، هي تمام زي الفل. الحمد لله اشكرك. هو في الحقيقه انا كنت جاي عشان استفسر على حاجه تانية. هو في حد من الاعداد عندكم وكلم سماح مراتي عشان تيجي تطلع معاكم في البرنامج؟ متهيألي ان احنا الحلقه الجايه بتاعت يوم الثلاث هنتكلم عن افلام ومواضيع ليها علاقه بالسينما وبتاع، فهنستضيفها. الا لو عندك مانع او مش عايزها تطلع معايا، اصلا مش عايز اعمل لكم مشاكل في البيت. لا طبعا، بس انا استغربت لما قالت لي. بس تمام. بس انا كنت عايزه اقول لك حاجه. انا اسفه مش عارفه اللي انا هتكلم فيه ده صح ولا ينفع اقوله ولا لا، بس انت عارف ان بنتك بتشتغل معانا النهارده في القناه، وهي عارفه اكيد انت بتقابل مين وبتتكلم مع مين، فيا ريت تقلل من مقابلاتك مع دينا، اصلها ممكن تروح تفتن عليك في البيت، او مين عارف يمكن افتن عليك انا. اصل مراتك هتطلع عندي ضيفه في الحلقه، احتمال كبير ان احنا نبقى اصحاب، وانا بصراحه ما اعرفش اخبي اي حاجه عن صحابي. انا كمان ما بخبيش حاجه عن مراتي. على الحاجه دي خش. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ اتفضل. انت راجل 100% وانا بموت في البرنامج بتاعك 100% زيك. ربنا يخليك. بعد اذنك يا دولي، عشان الراجل ده ممكن اتكلم فيه للصبح. يا راجل يا محترم يا محترم. سلام عليكم. عليكم السلام. دينا قالت لي انك عايزني. بس في الحقيقه هي ما تعرفش ليه، لان انا ما حبيتش اقول لها، لان عارف ان الموضوع ده بالنسبه لها حساس وممكن تزعل وتحاول انها تقنعني، وانا في الحقيقه مش هقتنع. خير؟ انا عايز استقيل. الاي سي بي هم عرضوا عليا شغل، اظن ده مش سر يعني. هكلم لك عباس يصرف لك اي فلوس متاخره، ما تقلقش. الله يخليك، الموضوع مش موضوع فلوس نهائي. ده انا حتى كنت بفكر ان انا اتنازل عن كل حاجه. حد زعلك ولا ايه؟ ادم بيه، انا راجل مش بتاع صراعات ولا مشاكل. يعني مش بتاع دنيا؟ لا، ما الدنيا عباره عن صراعات ومشاكل. امال انت فاكر ايه؟ طالع بمكاني هنا يومين ولا ليه؟ ساعه واحده اقعد على الكرسي ده ساعه واحده وهتشوف. وانا عليا مندب ايه؟ انا مش متعود على كده. ما تتعود يا اخي، تعود. واحد عامل برنامج كسر الدنيا وهيبقى برنامج يومي، عايز الناس تسيبك في حالك؟ طب ازاي؟ وبعدين معلش يعني، انت لو رحت الاي سي زفت ولا السي ان ان حتى، فاكر ان محدش هيضايقك؟ مش هيزعلوك هناك؟ دي شغلانه الاضواء والشهره والفلوس، يعني مطمع لناس كتير جدا، واغلبيه الناس دي زباله. لا ضمير ولا اخلاق ولا مراعاه للصحبيه ولا العشره. وبعدين معلش يعني، خليني اقول لك كلمتين كده وارميهم البحر. وانت مش قعدت في بيتكوا سنتين؟ في الحقيقه هما سنتين ونص مش سنتين. بس انا عندي استعداد اقعد 10 سنين لحد لما الاقي المكان اللي يناسبني ويناسب مبادئي. سهل مش صعب. ازاي؟ اللي انت عملته ده سهل قوي. سهل ان حد ينسحب من المعركه ويقعد في بيته ويبقى فاكر ان دي بطوله. دي مش بطولة، أي حد في الدنيا ممكن يعمل كده. إنما الصعب والجدعنة اللي بصحيح إن الواحد يغوص في الطين وما يتوسخش.
بموجب الاتفاق ده كل مؤسسة هيبقى لها نسبة في المؤسسة التانية وفقا للي حضراتكم اتفقتم عليه. تمام كده؟ مظبوط جدا. افرد وشك يا برنس، انت كسبان اكتر مني اصلا. انا هفرد وشي على ايه؟ انا شايف اصلا اني تقريبا ليك في القناة عندي اكتر من اللي ليا. اتفضل. ده شيك ب 30 مليون جنيه من شركة جلوبال بيفريدج، الراعي الرسمي للبرامج والمسلسلات اللي هتتقدم الفترة اللي جاية. طبعا المبلغ ده هيتحط في حساب الوكالة زي ما اتفقنا. انا شايف ان احنا اللي بندفع. الراجل عايز 150 مليون واحنا ما عندناش غير 30 مليون. 30 من 300 يا جلال بيه هتتحصلوا عليهم وفقا للعقد اللي بين حضراتكم وبين شركة جلوبال. الوكيل الاعلاني اكيد عنده زباين تانية غير شركة المشروبات اللي اسمها بيفرجي دي ولا مش عارف اسمها ايه. يعني الموضوع يا جلال بيه ان شاء الله في خلال سنة يعدي 300. انا مش فاهم، هو احنا مش كلمنا في التفاصيل دي قبل كده؟ في حاجة جديدة مكتوبة في العقد؟ في ولا مفيش؟ لا مفيش. طيب اتفضل انت. مبروك. الله يبارك فيك حبيبي عباس. لا ما انا مش شغال لوحدي برضو. شوف من الاخر كده، المحطة عمرها ما كانت هتوصل للي هي فيه غير بشغلنا كلنا مع بعض. مع الف سلام. ألف ألف مبروك يا أخويا. إيه؟ مستغرب ليه؟ معقول كل الناس تبارك لك معدنة؟